أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت وأيضا السلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال. البداية بأبرز العناوين. اللون الأحمر يسيطر على أسواق المال العربية نهاية تعاملات الخميس. بدء تداول أسهم شركة الأنصاري في سوق دبي المالي. النفط يواصل صعوده للأسبوع الثالث بدعم أوبك بلس، وخام برنت فوق 85 دولاراً. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل 548 مليون. هبط مؤشر السوق الرئيسي إي جي إكس 30 نسبة بلغت 1.82% عند مستوى 16709 نقاط. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 نسبة بلغت 0.35% عند مستوى 2945 نقطة. هبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4420 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة جولدن تاكس الأصواف نسبة 11.98% ليغلق عند 13 جنيها فاصل 55. يلي سهم شركة بي انفستمنتس القابدة نسبة 8.44% عند 22 جنيها فاصل 99. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية نسبة 7.42% ليغلق عند جنيهين فاصل 46. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة مصر الوطنية للصلب بنسبة 4.40% ليغلق عند جنيه فاصل 87. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق السوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة بلغت 0.25% عند مستوى 9470 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 26 مليون. من أصل 64 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة بينما انخفضت أسهم 37 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم مجموعة أرام بنسبة 9.80% ليغلق عند الدرهم فاصل 68. فيما ارتفع سهم فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة بلغت 8.37% ليغلق عند الدرهمين فاصل 20. أغلق أيضا سهم أبو ظبي المواد البناء مرتفعا بنسبة 6.49% ليغلق عند 0.16 درهم. بينما انخفض سهم صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة بلغت 8.89% ليغلق عند 0.41 درهم. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.43% عند مستوى 3414 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 380 مليون درهم. من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقيت 4 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الأنصاري للخدمات المالية بنسبة 16.50% عند الدرهم فاصل 20. ارتفع سهم الإمارات للمرتبات نسبة 5.92% ليغلق عند 3.22 دراهم. أيضا ارتفع سهم تعليم القابدة بنسبة 3.46% ليغلق عند الدرهمين فاصل 69.
بينما أغلق سهم تكافل الإمارات منخفضا بنسبة 9.71 عند 0.60 درهم. وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاس تداولة اليوم على انخفاض بنسبة 0.13% عند مستوى 10906 نقاط. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 928 مليون. جاء سهم شركة هامة للإعلان والعلاقات العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98 ليغلق عند 24 ريالاً فاصل 24. تلا سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نسبة بلغت 7.51 ليغلق عند 12 ريالاً فاصل 60. ارتفع أيضاً سهم شركة المتحدة للتأمين التعاوني نسبة 5.21 عند 12 ريالاً فاصل 12. بينما تصدر سهم شركة ثمار التنمية القابدة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة بلغت 5.35 عند 38 ريالاً فاصل 90. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت منخفضاً بنسبة 0.40% عند مستوى 7725 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 27 مليون دينار. جاء سهم شركة الامتياز الاستثمارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً نسبة بلغت 4.53% ليغلق عند 57 دينار فاصل 70. تلا سهم المباني بنسبة بلغت 1.69 عند 0.72 دينار. تلا سهم شركة طيران الجديرة بنسبة 1.24 عند دينار فاصل 80. بينما تصدر سهم شركة الكويتية للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة بلغت 5.65 عند 0.11 دينار. على صعيد مستجدات آخر أخبار الشركات والأعمال، شهد سوق دبي المالي اليوم الخميس إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأنصاري أو أسهم شركة الأنصاري للخدمات المالية لتكون أول شركة يتم إدراجها في السوق أو الإدراج هذا العام. ستصل القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج إلى حوالي 7.7 مليارات درهم، ذلك بناء على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند درهم فاصل 0.03 للسهم. ارتفعت القيمة السوقية لشركة الأنصاري للخدمات المالية بنسبة بلغت 19% في بداية تداولها بسوق دبي المالي، ذلك بعد نجاح عملية طرح العام الأولي الأول بسوق الإمارة خلال هذا العام. أصعد سهم الأنصاري بنسبة بلغت 16% إلى درهم فاصل 20 في نهاية التعاملات مقابل سعر الطرح الذي تم تحديده. على جانب آخر، طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أرقى نقدية جديدة من فئة 1000 درهم للتداول في الأسواق، ستكون متاحة في البنوك ومحلات الصرافة اعتبارا من يوم الاثنين 10 أبريل الجاري. صنعت الورقة النقدية الجديدة من مادة البلومير، سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة قيد التداول كونها ورقة نقدية مدمونة القيمة بموجب القانون. أقام المصرف المركزي بالتنسيق المسبق المباشر مع الشركات المعنية المزودة لأجهزة الإيداع والسحب النقدي في الدولة لإعادة برمجة أجهزتها التأكد من قبول هذه الورقة النقدية الجديدة. ولتحليل أبرز ما جاء في سوق المال المصري ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ سعيد الفقي العضو المنتدب لشركة أصول القابضة. مرحبا بكم على قناة أثرية ببرنامج أرقام وأسواق. مرحبا بك يا فندم والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية أستاذ سعيد، البورصة المصرية شهدت اليوم تراجعات كبيرة، ما تحليلك لجلسة اليوم؟ أولا السوق المصري النهاردة خاصة المؤشر الرئيسي أغلق عند مستوى 16709 وانخفض تقريبا 309 نقطة. ده راجع نتيجة للضغوط البيعية خاصة على الأسهم القيادية اللي هي أثرت بشكل كبير على انخفاض المؤشر وصوله للمستويات السابقة لها. طبعا
طيب الانخفاضات دي كانت راجعه نتيجه لايه؟ مع بدايه الاسبوع وبعد زياده سعر الفائده بنسبه 2% كان هناك توقعات كبيره جدا بخفض جديد لقيمه الجنيه. طبعا هذا الخفض بالنسبه للاجانب بالنسبه ليهم بيحقق استفاده مزدوجه من خلال ارتفاع القوه الشرائيه للدولار ومن خلال اسعار الاسهم المصريه اللي ما زالت لم تحقق شيء. فبالتالي بعد عدم تحقيق هذا التوقع خلال هذا الوقت كان هناك بيع من قبل الاجانب خاصه على الاسهم القياديه والمؤشر وصل للمستويات السابق ذكرها، وفقد النهارده تحديدا السوق المصري 11 مليار من القيمه السوقيه له. الان لدينا مستوى دعم مهم جدا عند 16600، وده اللي بدا منه السوق خلال هذا الاسبوع تحديدا مع بدايته. وعندنا مستوى مقاومة أول عند 17000 نقطة، ثم مستوى مقاومة ثاني عند 17350. والله نتوقع مع بداية الأسبوع القادم إنه يكون هناك استقرار نسبي إلى حد ما، ويبدأ يحصل تكوين مراكز شرائية جديدة على هذه المستويات، وانتهاز فرصة مستوى أسعار الأسهم الحالية لأنها تعد فرصة استثمار جيدة مع ارتفاع القيم السوقية لأي استثمارات أخرى. فبالتالي نتوقع انه يكون في قوه شرائيه مع بدايه الاسبوع ومعوده تجربه مستوى 17000 نقطه خلال الاسبوع القادم باذن الله. لذا كنت اسال لحضرتك استاذ سعيد، هل السوق في مناطق شراء ام ترى ان الضغوط البيعيه كبيره خاصه ونحن مقبلين على اجازه طويله وكثير من المستثمرين يفضلون بيع اسهمهم للاحتفاظ بالسيوله خلال فتره العطلات الرسميه؟ حضرتك السوق المصري حاليا اسهمه تعد فرص تقتنص، بمعنى انها لم تعوض اي قيمه من فرق العمله اللي حدث خلال الفتره السابقه. جاذبه جدا اكيد. جاذبه جدا وتعد الارخص عالميا مقياسا باي استثمارات اخرى. اذا قارنا الاسهم المصريه على مستوى سنوات سابقه ومستوى سعرها الحالي هنلاقيها اقل من مستوى من عايزين نقول 10 سنوات سابقه. فالان رغم انخفاض القيمه السوقيه للجنيه بهذه المستويات وانخفاض الاسهم المصريه ايضا، فهي الان تعد فرصه استثمار مقتنص، يعني بمعنى انها فرصه في جميع المراحل، ايا كان حدث انخفاضات في وقت ما فسريعا ما سوف تعوض هذه الانخفاضات، واعتقد ان هناك اتجاه وتوجه ومجموعه من الطروحات القادمه اللي هيتم تنشيط السوق المصري من خلالها واللي هيتم وصوله لمستويات مرتفعه عن ما هو عليه. ده بالنسبه للمؤشر ال 30، حضرتك المؤشر ال 70 النهارده اللي حصل ايه؟ اللي حصل المؤشر ال 70 ما انخفضش بنفس نسب المؤشر ال 30 نتيجه اللي حصل روتيشن، انتقال السيوله من المؤشر ال 30 نتيجه للضغوط البيعيه من قبل الاجانب. المصريين يدركون جيدا قيم الشركات، لذلك كان هناك استقرار نسبي في المؤشر ال 70 ما انخفضش بنسب كبيره خالص، ولكن كان هناك مرحله ثبات وهناك تكوين مراكز شرائيه كبيره في هذه المناطق. عندنا مستوى مقاومه مهم جدا عند 2950، تجاوز هذا المستوى هيدفعنا لمستوى 3000 نقطه ثم 3070، وده القمه التاريخيه للمؤشر ال 70. احنا لو قارنا بين المؤشرين هنلاقي المؤشر ال 30 حصل فيه انخفاض وانتقال للسيوله منه الى المؤشر ال 70 اللي بيمر بمرحله استقرار واسهمه لم تحقق شيء، فبالتالي كانت محل اقبال من قبل المستثمرين بشكل عام. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في بورصة أبو ظبي والتي شهدت تراجعاً اليوم، ما تقييمك أيضاً لأداء السوق وتوقعاتك له الفترة المقبلة؟ مؤشر أبو ظبي النهارده وصل أغلق عند مستوى 9470. نعم. أعلى مستوى وصل له خلال جلسة اليوم كان 9504. طيب الانخفاضات اللي حدثت في سوق أبو ظبي راجعة لإيه؟ أولاً هناك مجموعة من الأحداث أدت إلى هذه الانخفاض، أولاً تراكم قرارات وبيانات اقتصادية بالولايات المتحدة. ثانيا تداعيات ارتفاع اسعار النفط مما ينعكس على ارتفاع التضخم عالميا. ثالثا نعم. ارتفاع اسعار الفائده، وده لان السوق دبي او السوق الاماراتي اصلا يعني ينتمي للاسواق العالميه اكثر يعني. بالضبط طبعا صحيح. ينتمي بشكل كبير جدا طبعا. وبعدين في ضغط نتيجه لذلك كان في ضغط بيعي من قبل الاجانب بقيمه 392 مليون درهم. طبعا هذه الاسباب ادت للانخفاضات السابق ذكرها. دلوقتي لدينا مستوى دعم اول عند 9420 ومستوى دعم رئيسي عند 9216. نعم. طيب المستوى المقاومه الاول هو الحالي عند 9647 والمستوى المقاومه الرئيسي عند 10000 نقطه. نتكلم النهارده اهم القطاعات وتاثيرها على السوق. هناك طبعا في قطاعات انخفضت بشكل كبير جدا، قطاع الرعايه الصحيه انخفض بنسبه 2.55%. القطاع العقاري انخفض بنسبه 89%.
قطاع الطاقة انخفض بنسبة 38 من 100%، والقطاع المالي انخفض بنسبة 24 من 100%. أعتقد إن الانخفاضات اللي حدثت في سوق أبو ظبي النهارده هي انخفاضات ليست مقلقة، وأعتقد إن في مرحلة تكوين مراكز شرائية ويرجع يستعيد عافيته مرة أخرى. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ سعيد الفقيه، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع فقد تباينت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة فيما سيطر اللون الأحمر على العملات الرقمية. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 0.50% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت إلى 85.36 دولار للبرميل الواحد. أصعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس متجهة نحو تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية بدعم من قرار أوبك بلس وتراجع المخزونات الأمريكية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.5% عند 2034 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة خلال تعاملات الخميس، لكنها تظل عند أعلى مستوياتها خلال عام، ذلك قبيل صدور بيانات أمريكية عن سوق العمل الذي قد يؤثر على مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 2.15% لتغلق تحت مستوى 28,000 دولار. انخفضت العملات المشفرة خلال جلسة الخميس مع ارتفاع أحجام التداولات، وتراجعت البيتكوين عن المستوى الذي تداولت حوله منذ أسابيع. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.